دكتور أحمد، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم تعالى السلام يا وبركاته. دكتور، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا أستاذة جيهان هانم، ربنا يبارك فيك ومن عندك. يعني احنا طبعا من امبارح واحنا شايفين الشماتة على السوشيال ميديا، ومش بس حادث عمرو أديب، لا، في حاجات كتيرة. يعني هل في أي دين من الأديان بيقول إنه ينفع إن احنا نشمت في الخصم حتى لو هو عدو أو خصم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عليه عبد الصلاة الله والسلام، القائل: أن ترضى وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وبعد، فبادئ ذي بدء بندعو الله سبحانه وتعالى ونضرع إليه أن يمن بالشفاء العاجل التام، شفاء لا يغادر سقما، على الأخ الفاضل الإعلامي الواعد الأستاذ عمرو أديب، وأن يعود إلى محبيه ومتابعيه مواطنا مصريا شريفا. آمين آمين آمين. فيما يتعلق بالحادث أو ما يشابه ذلك، أولا لابد أن نفرق ما بين المتدينين بحق وما بين التدين المغشوش. التدين الحق، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه سويد الأزدي رضي الله عنه في وفد من قومه، أيوة، والرسول أعجبه ما رأى من سمتهم وزيهم وحلاوة منطقهم، قال: من أنتم؟ قالوا: مؤمنون. قال: مهلا، فإن لكل قول حقيقة. فذكروا 15 خصلة: 5 الإيمان و5 الإسلام، يعني الأحكام العملية. نعم. ثم نأتي إلى الشاهد، إلى مكارم الأخلاق، فقالوا: 5 أخلاق تخلقنا بها، يعني منها الرضا بمر القضاء والثبات والصدق عند اللقاء، يعني في الحروب الدفاعية، والشاهد وترك الشماتة بالأعداء. نعم. فماذا كان تعليق وتعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق الواعدة؟ عليه الصلاة والسلام قال: علماء فقهاء، كدتم أن تكونوا من فقهكم أنبياء. هكذا يرسي النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، ومنها ترك الشماتة في الأعداء، يعني الأعداء اللي هم يهددون الأمن والأمان ويغتصبون المقدسات والأراضي. نعم. أما أهل الوطن ليسوا بأعداء، حتى لو كان هناك من الاختلافات أو الرؤى السياسية أو المذهبية أو الطائفية، هذا كله لا يستدعي إطلاقا أن الإنسان يشمت. فإذا كان الشرع نهى عن الشماتة بمن يهدد الأرض والعرض والمال، فما بالنا بمن ينتمي إلى الوطن أيا كان، سواء كان مسلما أو من أهل الكتاب. طب اللي بيشمت ده بيكون موقفه إيه في الشرع يا دكتور أحمد؟ هذا إنسان أولا ضعيف الوازع الديني. قلت لك هو التدين المغشوش، وأنا قد ابتليت بمثل هذا. نعم. فلما أحرقوا سيارتي الشعبية المشترى بالتقسيط سنة 2014، قنواتهم في الخارج أذاعت الحريق للسيارة التي أشعلوها، بل وشمتوا، وحتى قالوا أن لا بأس أن يحرق المصحف القرآن الشريف في هذه السيارة. نعم. فهذا ندد الخصومة، هؤلاء عندهم فجر الخصومة. فماذا ننتظر من أناس لم يراعوا حرمة عالم ولا حرمة مصحف قرآني في سيارته الشعبية، وشمتوا على قنواتهم التي تبث السموم كالأفاعي؟ ولكن الله يذكرنا في كتابه: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مصر ستبقى محفوظة رئيسا وحكومة وشعبا بمؤسساتها وأجهزتها وبرموزها الوطنية. أما هؤلاء فنحن نضع كلامهم
وراء ظهورنا ولا يحرك منا ساكنا والقافلة تسير. وشعارنا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي، فلا كلام مع مرضى القلوب. ألف شكر دكتور أحمد كريمة. فلا كلام مع مرضى القلوب، وإن شاء الله يرجع عمرو أديب بألف سلامة لبرنامج الحكاية، وهيفضل برضو ضد الغلط وضد الإخوان وضد حاجات كتيرة قوي، وكلنا إيد واحدة. نرجع بقى لحالة الجو. زي ما احنا شايفين انه حالة الجو هي حالة غير مستقرة بالمرة، أمطار في بعض المحافظات.